بسم الله الرحمن الرحيم، معاك شاد نور. انا بسافر حول العالم في الف يوم. النهارده وصلنا بونس ايرس، هنتمشى في بونس ايرس ونشوف شكل المدينه عامله ازاي والمعيشه عامله ازاي والناس عايشه ازاي وبيتعاملوا ازاي. احنا هنبتدي من ورانا كان النصب التذكاري للناس اللي ميته من فولكن ايلاندز، وهي طبعا معروفه ان هي كان فيها حرب بين انجلترا والارجنتين. هو ده طبعا اللي خلى هزيمه مارادونا لإنجلترا وإن هو دخل فيهم جون بإيده، خلته لما قال بيد الله كان طبعا مشير عشان هو واخد منهم حقهم من الحرب. هو ده طبعا اللي خلت ناس كتيرة تحب مارادونا ويعتبر علامة من علامات الأرجنتين. فإحنا دلوقتي هنتمشى في بونس آيرس في الشارع فلوريدا، نبتدي في شارع فلوريدا لغاية لما نوصل الأوبليسكو اللي هي السيتي سنتر، المسلة الكبيرة الموجودة في أطول شارع في العالم. شارع فلوريدا يمتاز طبعا ان هو برضو من أشهر الشوارع التجارية، عشان تبقى عارفين كان الملك سلمان كان موجود برضو ساعة قمة العشرين، كان موجود هنا اللي حصلت في الأرجنتين وهو مشي في الشارع دوت. فالشارع يعني علامة من علامات الأرجنتين. فخلينا نتمشى دلوقتي في الشارع ونشوف طبيعة الأجواء عاملة ازاي. بونس آيرس معناها مدينة الهواء العليل، والجو فعلا حاجة تحفة، حاجة ما شاء الله. يعني ما تقدرش لو اتعودت على الجو هنا مش هتقدر تعيش في حتة تانية، لأنه جو جميل جدا. طبعا حتى الإشارة ما فيهاش ناس، بس الناس واقفة، يعني ما فيش ناس بتعدي، بس احتراما للإشارة، يعني شيء مقدس. النظام هنا شيء مقدس، مش هنا بس يعني في أغلب الدول، لكن هنا بزيادة. لما تيجي تشوف الناس بتقف ازاي طوابير عشان يستنوا الباص، تلاقي احيانا طوابير بتستنى، يعني مش هتصدق، 5-6 عمارات مستنيين الباص. وبعدين بيجي الباص والناس بتركب عادي، ما بيبقاش فيه زحمة والناس هادية جدا، وهم عارفين ان هو هيستنى ربع ساعة نص ساعة. في بلد الانتظارات، بس في تحضر غير عادي، لان هم الناس كلها ما بيجادلوش في حاجة زي كده. ما تلاقيش حد بينط مثلا من على اللاين اللي هو الفيلة، بيسموه الفيلة. فهنا في نظام غير عادي، يعني فعلا انا شفت تحضر هنا ما شفتوش في دول تانية، ما شفتوش في امريكا ده فعلا يعني. بس طبعا انا بتكلم على وجهة نظري كسائح في امريكا، ولكن انا عشت هنا. هو دوت شارع فلوريدا، هو شارع فلوريدا بس طبعا بالاسباني بيقولوا عليه فلوريدا، بس هو طبعا بالاسم الانجليزي فلوريدا. واحد نايم اهو في امان الله. طبعا الشارع دوت معروف ان هو خطر، يعني انا ماسك دلوقتي جيمبل، الناس تبقى شايفه انا ماسك جيمبل. الجيمبل دوت طبعا تقيل، شكله غالي، فطبعا مش فكره كويسه انك تمشي بحاجات زي كده في الشارع، لان بتحصل مثلا واحد يجري نشالين يعني. لكن انا طبعا باجي هنا كل يوم وبعدي هنا كل يوم، فشكلي معروف، فحتى الناس يعني بطلت تقول لي تعالى غير من عندنا، تعالى مش عارف ايه، لانه خلاص يعني بقى عارفني. زي ما نشوف هنا مشهوره جدا عندهم فكره اللي هي القهوه مع الميديا لونس الكرواسون، تقريبا بدولار ونص. الارجنتين طبعا عندهم انفليشن عالي جدا، خصوصا في سعر الصرف في السوق السوداء. بس الايام ديت لحسن حظ الارجنتين ان الدولار بدا يظبط شويه، لان هم بيصدروا نفط، وهم كمان عندهم غله زراعيه بيصدروها خصوصا لمصر. يعني مثلا يقول لك الذره الارجنتيني معروف يعني، فهم طبعا الاسعار دي غليت، القمح والذره والحاجات دي كلها غليت، والارجنتين من الدول الكبرى اللي بتنتج الحاجات دي. ف
فطبعا هم سعر الصرف ظبط عندهم وبدأت الدنيا تعتدل في الأرجنتين. وكان أول ما جيت كان سعر الصرف الدولار كان 213 للبيسو في السوق السوداء، وغيرته ب 213 ودلوقتي نزل النهاردة وصل 195 و196، يعني نزل 20%. فالدنيا هنا ماسكة نفسها، بدأت تمسك نفسها. بس طبعا برضه عشان الناس اللي عارفة، الأرجنتين هي أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، مصر تأتي في المرتبة الثانية، ولكن الأرجنتين هي الدولة الأولى. في صينيين كمان هنا، نسبة صينيين طبعا في عمليهم في أمريكا الجنوبية كلهم بيجوا على طول، عنده مطعم أو عنده سوبر ماركت، داخلين مش جايين يهزروا. في كل أمريكا اللاتينية وسنترال أمريكا تلاقيهم، يعني في أمريكا في كل حتة تقريبا. بس هنا طبعا كل المطاعم اللي هي بتوزن بالكيلو، تعمل كيلو الأكل مثلا بحوالي 4 دولار، بتكون كلهم ماسكينهم صينيين. في طبعا حاجات بتبقى مستويات، يعني مطعم كويس مطعم مش كويس، لكن هم تقريبا كل المطاعم اللي من النوع دوت بيكون صينيين. المطاعم اللي هي او سوري المحلات اللي هي تشتري من عندهم هدايا تذكاريه، وفي مول عدى من ورانا دوت مشهور، وفي ماركات عالميه، يعني مش ماركات جوتشي وكده، بس عندهم محلات عاديه. سياح الجو في الوقت الحالي درجة الحرارة 20 النهاردة، وليلا 11. حد يقول لي مثلا الناس اللي كلها لابسة مثلا شتوي او خريفي، هو طبعا مفيش برد، بس هم عارفين انه بالليل هتبرد. فاحنا دلوقتي الساعة 5 بالليل او 5 العصر، يعني لان هنا العصر عندهم شوية متأخر، يعني الناس بتبقى عاملة حساب لبس بالليل. بس الجو حلو، يعني ما تحط الهدوم ما تعرقش ولا اي حاجه. عربيات المدينة ماكدونالدز. كل المحلات ديت الإيجار. Yeah.
هنا انا باجي اغير عند الراجل اللي هنا دوت جوه بيدي احسن سعر. كده احنا في شارع لغاشي وشارع كريانتس كده هوت من ناحية دي، بس احنا هنتمشى، خلينا نتمشى في اول في لغاشي وبعد كده هنطلع على شارع كريانتس، شارع المسارح، المسارح المسارح. طبعا هنا الاسعار رخيصة، لو عايز تاخد مثلا وجبة تدخل مطعم 3-4 دولار تاكل اكلة كويسة. لا بنتكلم طبعا على تغيير السعر السوداء اللي هو في الشارع زي ما انتم شايفين، الناس عماله كلها تقول كامبيو كامبيو، دول كلهم عايزين يبيعوا غيروا دولارات، يعني كامبيو يعني كامبيار، كامبيو اللي هو تغيير عملة. ده لبس البوليس، لا البوليس موجود في كل حتة. هنطلع دلوقتي الشارع كوريانتس، شارع المسارح المسارح اللي هو بيكون في الويك اندز مليان مسارح. طبعا هنا عندهم كلتشر المسارح عالي جدا، تلاقي الاماكن فول. هو هيكون في مسارح اكتر من الناحيه الثانيه، بس احنا خلينا يعني لما نعدي اللي هو شارع نوفاخ ديخوليو اوسع شارع في العالم، لما نعديه بيكون في مسارح كتير اكتر من الناحيه دي. بس هو هي كده الشارع دوت مشهور، هم عندهم نظام الشارع هنا شوارع طويله، فتلاقي الشارع مثلا ممكن تمشي فيه 6-7-8 كيلو براحتك، يعني عندهم كل مثلا بلوك رقم 100 تلاقي شارع 6000-7000، معناه ان في 60 بلوك يعني حوالي 6 كيلو او اكتر كمان في شارع واحد. فنظام الشوارع هنا تلاقيها مشهوره، انا هقابلك مثلا في شارع فين، هقابلك شارع كوريانتس مع شارع مثلا المعارض ليه اللي هو مثلا دوت، ده شارع ايه، مثلا قدامنا شارع نويفا دي خولي، فقال لك كوريان تسمع نويفا دي خولي، انا قابلك في منتصف ما بين الاثنين. فده العناوين عندهم، قال له انت ساكن فين، قال له ساكن في الشارع كذا مع الشارع كذا، تقاطع لان الشارع معروفه. هو في مثلا 600-700 شارع معروفين، يعني لو في السنتر كمان يبقوا معروفين اكتر، لان يعني الناس خلاص يعني عرفت اسماء الشوارع وعارفين هم يكونوا فين وهكذا. دوت كده قدامنا الاوبليسكو، يقول لك مثلا 3-4 كيلو حوالي 750 يعني حوالي 4 دولار 3-4 كيلو الجيلاتي. فانشيرو اللي هو سندوتش السجق السوسيس دوت ب 100 يعني حوالي نص دولار. هو كاتب سوبر بانشيو بانشيو. I'm headed to Boca Juniors River. That must have been a damn masrah. Yeah, but I'm not a party. I'm
ستاربكس 2 دولار قهوه مع مربى مع كرواسون مسرح ثالث. بس طبعا من منطقه المسارح مخصصه اكتر بالناحيه الثانيه وعندهم مسرح اسمه مسرح تولون. المسرح دوت ليه تصنيف عالمي واكبر مسرح في لاتين امريكا كلها. الارجنتين معروفه بحبها الفن ودوت طبعا دي يعني انعكاس للثقافه اللي هي موجوده هنا في الارجنتين. ناس مثقفه. دوت مطعم الشاورما عربي سوري ضميل ليونا ناتشي سميها الف ليله وليله على اسم يعني برضو كان اول مطعم شاورما فتح هنا برضو كان اسمه لوهميلي اونا نوتشي وبعد كده قفل ودوت لسه فاتح لان موقعه حلو. طبعا طبعا هنا هنلاقي الناس فاضيه دلوقتي الساعه 5 فدلوقتي الاماكن فاضيه لكن بالليل بتكون زحمه خصوصا الويك اندز يعني وكمان الصبح بتكون طبعا زحمه كبيره جدا. احنا دلوقتي داخلين على شارع نويفا دي كوليو اعرض اوسع شارع في العالم زي ما انت سمعت كده اوسع شارع في العالم. الناس مثلا تقول لك ده الاوتوستراد ده واسع جدا ده بقى اوسع شارع في العالم. موجود فين؟ في الارجنتين. هو اللي قدامنا حتى هنا في برنامج كوميدي مش كوميدي يعني بس حاجه كده بيحطوها على تيك توك في برنامج أسئلة عامة فبيسألوا بنتين بيقول لهم بنتين توأم أرجنتين بيقول لهم هو إيه عاصمة لأن إحنا عندهم كل محافظة ليها عاصمة في عاصمة بوينس آيرس فالبنت بتقول له لوبليكو اللي هو المسلة فطبعا لا يعني لوبليكو دوت مزار يعني فالتانية أختها بقى بتقول له نويفا دي كوليو اللي هو اسم الشارع بس هو العاصمة بتاعت بوينس آيرس حتة بعيدة من هنا ساعة ونص بالقطر اسمها لابلاتا بس يعني رحتها ما فيهاش حاجة حلوة جدا بصراحة يعني ما انصحش برضو الناس اللي تيجي تقعد اسبوع اسبوعين تروح مش هتستفيد حاجة. زي ما انتم شايفين كده قدامنا الاوبليكو وقدامنا العلامة السياحية بتاعت دي اي بوينس آيرس معمولة بالشجر الناس بتصور هناك عندها بص كده. دي علامة بوينس آيرس. عموما زي ما انتم شايفين يا جماعه هي دي بونس آيرس رايقه وهاديه وفيها كل حاجه ظريفه وخفيفه انا بصراحه بحبها جدا. كومبو كي اف سي ب 2 دولار عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه واشوفكم في مدينه جديده في مكان جديد قريبا. سلام.